اكسبيريونس حلوه برشا. سي لا بروميير فوا معناها جربناها كوم انيسياتيف باهيه على الاخر، يعني كي تصير في تونس هكايا حاجه مزيانه برشا. اما كونتوني معناها الفيلم كفيلم قديم برشا، ومعناها ما نتصورش العباد الكل اللي جايه لهنا غيان كو باش تتفرج في الفيلم، جوست كا اكسبيريونس معناها كراها بكايا وديفوزي كايا اون بلانير وحاجه كبيره فهمت. اما كا كونتوني ما عجبنيش برشا، اما كا اكسبيريونس صارت انا عجبتني على الاخر. اكسبيريونس تحفونه، اون تري بيل اكسبيريونس. انا اول مره كي نتفرج في حاجه هكايا، انت حاجه جديده تحفونه، اون ديري مش في تونس مان. اكسبيريونس انا ومن بدلنا شويه الجو، مسيرش ماذا بينا كان نبدلوا مام حتى الانواع الافلام اللي ديفوزين نبدلوهم باش حتى الافلام الجدد اللي موجودين ماذا بينا نتفرجوا فيهم حتى اون بلانيت. حبيت نجرب هكايا معناتها الفيلم باش نفرج فيه هكايا اون بلانير وكل، حتى السان باهي معناتها اون تري بيل اكسبيريونس. كان جاي فما صوت وفما معناها تكنولوجي خير في السان وكل شيء تكون اكسبيريونس باهي على الاخر. سان مزيان، اما البلايص نتاع الكراهب كانوا ينجموا يختاروا جوغ بلاصه ببلاصه باش نجموا العباد الكل يشوفوا الاكرون بالكدا، خاطر احنا مثلا الكرهبه اللي قدامنا مخبيه شويه الاكرون من اللوطه. أنا سامباتيك كوم اكسبيريونس سامباتيك. أنا تخشى مش كيما باش تتفرج في فيلم في الدار، كيما باش تتفرج هكايا سيني دراج مع الطحفونة على الأخر. ينجموا العباد اللي يجيو يحلوا الراديو نتاعهم يحطوا الفريكونس 90.4 يسمعوا الصوت نتاع الفيلم في الكهرباء نتاعو مع مرتو صغار ومع صحابه فهمت، معناتها انتيم على الاخر باهيه. بالنسبه للي كاليتي معناتها نتاع الصوص دي فير من كرهبه لكرهبه فهمت، خاطر احنا الماتريال اللي نخدموا به معناها باهي ونفس الماتريال اللي نخدموا به لبرا فهمت، ما فماش معناتها ديفيرينس فهمت. التحضير نتاع معناتها نتاع الانستالاسيون نتاع سيني درايف معناتها شاركوا فيها برشا تكنيسيانات، برسك 10 من الناس ولا اكثر شويه.